نعم. لو انقطع الدم عن النفساء بعد العشرين، لو انقطع الدم عن النفساء بعد العشرين، نعم، فجلست يومين أو ثلاثة ترقب تظنها في النفساء، ثم تبين لها أنها طهرت. أنها؟ أنها طهرت، انقطع الدم. فماذا عليها في الثلاث أيام هذه التي ما نزل فيها دم؟ انقضت الصلاة فهو خير، وإن لم تقضي فلا شيء عليها، لأن تركها للصلاة مبني على أصل، وهو أنها نفس. فهي من جنس المرأة التي جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة. فأرشدها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تجلس عادتها أو تعمل بتمييزها، ولم يأمرها بقضاء الصلاة التي كانت تتركها لأنها بنت على أصل. فهذه المرأة نقول: إن قضيت الصلاة فهو خير، وإن لم تقضيها فلا شيء عليها. والصيام لا بد تقضيها، الصيام يقضى على كل حال، يعني براءة للذمة تقضيها، ولا هي أصلا ما تقضيها؟ لا، هي براءة للذمة، ما يخالف، هي ما صامت، تقضي الصوم لا بد، لا بد، ما في إشكال، لأن الصيام يقضى على كل حال، لكن الصلاة ما تقضى في الحيض أو النفاس. أكبر مدة شيخ، أطول مدة للنفساء 60 يوم. 60 يوم، أطول مدة 60 يوما، ولا حد لأقل، يعني لو لم تنفس إلا يوم وليلة كفى، أو يوم كفى، أو ساعة كفى.